خليني انتقل للخبر اللي بعده، حيث ايضا تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه امس مع احمد عيسى وزير السياحه والاثار عددا من ملفات عمل الوزاره خلال الفتره المقبله، مؤكدا على الاهميه البالغه التي يحظى بها قطاع السياحه والاثار ضمن اجنده وملفات عمل الحكومه على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي وما تتمتع به من امكانيات واعده في هذا المجال، بالاضافه إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة، وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي. خلال اللقاء استعرض السيد أحمد عيسى جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة لجذب وتنشيط قطاع السياحة وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي، وكذا الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها. كما تناول وزير السياحة والأثار الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدا لافتتاح هذا الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت. قطاع السياحة قطاع مهم جدا، وكان من ضمن القطاعات اللي بتدخل للدولة حصيلة دولارية، بس خلينا معترفين بالواقع. يعني أنا أحب أعترف بالمشكلة علشان أبقى فاهمة الواقع اللي أنا فيه. قطاع السياحة اتضخ فيه مجهود كبير جدا، اتضخ فيه أموال كبيرة جدا من أجل تنشيط هذا القطاع، والصراحة اتعمل مجهود جيد جدا في هذا المجال، لكن الظروف ضدي، ظروف ضد مصر. يعني من يفكر الآن في السياحة؟ من يفكر الآن في سياحة لمنطقة الشرق الأوسط؟ يعني دي يعني أنا ساعات كده أقول إيه، إحنا بنحاول ننشط السياحة وبنحاول السياحة الوافدة و و و و يعني أنا لو قلنا كده أطلع عن السياحة العربية أو السياحة الخليجية، ودي بتبقى ليها مواسم، فترات الصيف في الأغلب، لكن لما بتكلم على عالميا، من يفكر الآن في هذه اللحظة الراهنة في السياحة؟ والله ممكن يفكروا في حالة واحدة، إن يكون عندنا استراتيجية لدعم السياحة واضحة، في خطط على المدى القريب والمدى البعيد. احنا عندنا للأسف رواد صناعة السياحة مش قادرين يفرقوا ما بين مصطلحين الاتنين أهم من بعض، البيع والتسويق. أنا هنا أنا خارج مصر بسوق للسياحة المصرية ببرامج متنوعة وأوفرات بنقدمها للسياح ووجهات متعددة وتسهيلات في التأشيرة، وإن الوضع الأمني الحمد لله في مصر مستقر مقارنة بالدول اللي حوالينا. تمام كده، وشفنا أثره في 2021 لما وصل مدخل السياحة في مصر 13 مليار دولار، لكن أنا عندي رواد المجال ده في مصر السياحة مش قادرين يفرقوا ما بين المصطلحين. البيع، إن أنا خلاص انا خلصت خطه التسويق بان انا جبت السائح الى داخل مصر بحملات تسويقيه رائعه، لكن داخل مصر بقى ابدا ابيع له انا المنتج. انا عندي دلوقتي منتج مصري محلي اعرضه على السائح داخل الحدود المصريه، بكده هوفر على نفسي ثمن التصدير، هوفر على نفسي المنافسه اللي ما بين الشركات العالميه والدول اللي بتحاول تستقطب او تصدر لهم المنتج بتاعها في الخارج. احنا محتاجين بقى حد يشتغل على النقطه دي، وحد يشتغل على النقطه الاهم بقى اللي هي فخامة الرئيس. يعني لما أنشأ مدن جديدة، يعني أكيد كده إحنا لازم بقى نبدأ نشغلها في السياحة. حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، حضرتك قلت دول الخليج العربي وأنا عشت فيها عمر. طيب درجة الحرارة بتوصل في الصيف لخمسين درجة، تمام، وبنجد يعني سياحة ولو لا. ليه بقى؟ لأنك أنت هتدخل تلاقي أبراج فخمة، كومباوند رائع، ريزورت، حاجات يعني على أعلى مستوى. طب ما ده فخامة الرئيس وفره في العالمين وفي العاصمة الإدارية الجديدة. في ناس عندها ما يسمى بسياحة الرفاهية والمتعة، إن أنا رايح دبي بس عشان أطلع برج خليفة. طب ما أنت عندك برج أبراج العالمين وعندك أكبر برج في العالم موجود في العاصمة الإدارية، اتفضل تعالى زورنا. ورفاهية فنادق فوق مستوى الخمس نجوم، مستويات عالمية. ليه بقى ما بنبدأش نشتغل على المدن الجديدة اللي تم بناها في عهد فخامة الرئيس، ونبدأ يعني ندعو حملات وافاق سياحيه انها تيجي وتطلع، وندي ايام اكتر او نديهم يعني تسهيلات اكتر على الاقامه، ونخفض شويه في الاسعار نسبيا مقارنه بغيرنا عشان التنافسيه،
ونبقى عنصر جذب. بس انا عايزه اقول لك حاجه، اسمحي لي استاذه سميه، يعني خلينا نتكلم على العالمين. العالمين تحديدا في الصيف اللي فات كان فيها رواج، وكان فيها عدد من السياح، مش بس العالمين، الساحل الشمالي كله. يعني انا رحت كذا مره وشفت فيديوهات كتيره، وشفت على تيك توك عدد كبير من الاشقاء العرب كانوا موجودين واستمتعوا، وبالعكس كان بيعملوا فيديوهات عن المطعم ده والمكان ده يعني ده جيد. بس احنا بنتكلم على شهرين في السنة، انا بتكلم على بقية السنة، على الأقصر، أسوان، المنيا. المنيا رائعة، محدش باصص على المنيا ولا أوتيلات جيدة ولا أي حاجة. بتكلم على الشغل اللي اتعمل في منطقة الأهرامات، طبعا احنا مستنيين المتحف المصري الكبير، وخليني اقول ان احنا حظنا عسر بعض الشيء، ان كل ما خلاص نقترب ان احنا نفتتحه بشكل عالمي بيحصل احداث فبنهبط شويه. لكن احنا عندنا بقيه السنه امكانيات رائعه، لكن زي ما انت ما هو ده اللي بيميز مصر، ان احنا عندنا سياحه على مدار العام، عشان حتى حاله الطقس زي ما حضرتك تفضلت كده، عندنا مدن الصعيد، صعيد مصر. طيب ما دي وجهه سياحيه، الاقصر والاسوان والمنيا زي. طيب ده فصل الشتاء، فصل الصيف عندنا بقى المناطق الساحليه والمدن الجديده اللي انشاها الرئيس ومنها العالمين. طيب ما نبدا بقى نعمل رحلات سياحيه تتناسب بقى مع كل مدينه، ده في الصيف ده في الشتاء، وتبقى عندنا رحلات على مدار العام. لكن في دول ثانيه هي الان وجهه سياحيه رقم واحد، وهي معلش يعني مش شغاله غير شهرين في السنه بفعل الطقس، وقادر انها توصل للمراحل دي. في استراتيجيه واضحه، القائمين على صناعه السياحه في مصر او روادها عارفين الفرق ما بين البيع والتسويق، الرؤيه قريبه المدى والرؤيه بعيده المدى، عارفين ازاي ان هم يستقطبوا السائح، ازاي ينظموا رحلات مجانيه للمشاهير وتعالى تصور. مش بس ده، انا بقى عايزه ادخل اخرج من نقطه بقى السياحه التاريخيه، احنا مش سياحه تاريخيه بس، احنا عندنا اكتر من نوع سياحه في مصر، مش بس الاهرامات وابو الهول والمتحف الكبير وماشي ده اوكي، يعني جزء موجود وعليه اقبال، ولكن في وجهات تانية كمان. عندنا السياحه يعني الرياضيه، ناس بتحب تيجي تغطس وتنزل في العلمين وفي المناطق الساحليه، شرم الشيخ والغردقه ومرسى علم. نعم، وعندنا سياحه الطعام، يعني في ناس بتحب تروح تاكل اكلات معينه داخل الصعيد مصر. بمناسبه النقطه دي، سياحه الطعام، انا عايزه اقف فيها شويه. يعني انا بحزن لانه بلد زي اليونان مثلا، اليونان كل اهل اليونان شغالين على شهرين او ثلاث شهور في السنه، واقبال كبير جدا على اليونان، لان كل البلد بتقدم اليونان، بتقدم المنتج، بتتعامل مع السائح بطريقه مختلفه تماما. احنا لغايه هذه اللحظه ما عندناش الثقافه دي. الفرق بقى في اليونان يا انه حضرتك اول ما بتنزلي من المطار عندك المنتج، في منتجات عروض مجانيه، يعني حتى عينات الطعام اللي في المطاعم لا اتفضل ذوق الاول، مع ابتسامه مع استقبال مع حفاوه، مش هلاقي سياح بيعملوا لي محاضر يعني تحرش. طيب قوليها قوليها، يبقى احنا عايزين الاجهزه الرقابيه تشتغل معانا بقى. قوليها، ما احنا لازم نقول، يعني احنا لازم نواجه نفسنا بالمشكله عشان نحلها، عشان نحلها يعني.